يا مساء الخير ويا مساء الجمال على جميع مشاهدي برنامج كلام مهم وحلقة جديدة من برنامجنا معاكم النهاردة. موضوع حلقتنا النهاردة هيتقال فيه كلام، ولكن كلام مهم جدا جدا جدا. موضوع حلقتنا النهاردة بيتكلم عن نظرة المجتمع للمرأة المطلقة. المرأة المطلقة ليست شتيمة، المرأة المطلقة ليست عار. ليه دايما احنا كشعب بنبص على المرأة المطلقة على اساس ان هي ست معيوبة فيها مشكلة؟ دايما تلاقي الناس بتبتدي تقول عليها ايه، ليه يا عم انت رحت تتجوز واحده مطلقه، يا خارج بيت ليه؟ ليه بنقول الكلام ده كله؟ ده اللي هنعرفه النهارده ان شاء الله بالتفصيل من خلال حلقتنا. اي حد يا جماعه حابب يتشارك معايا النهارده في الحلقه يقدر يكلمني على ارقام البرنامج اللي ظاهره دلوقتي قدامكم على الشاشه. خليني ارحب بضيفنا الجميل اللي منورنا النهارده، استاذ محمد الدويني، مدون وناشط اجتماعي. ازيك يا استاذ محمد؟ اهلا بيك. ازيك؟ عامل ايه؟ الحمد لله. إيه تمام الاخبار؟ تمام الحمد لله. ليه دايما المجتمع بيبص للمراه المطلقه بشكل سلبي؟ ليه؟ مجتمعنا دايما او المجتمعات الشرقيه عموما بتبص للست المطلقه على انها ست معيوبه، ست عندها مشكله، ست خارج بيت زي ما حضرتك قلتي، ست ما هي لو كانت نفعت كانت كملت مع جوزها. طيب والله الست دي مثلا بعد ما اتطلقت اتجوزت حد تاني، طب لو اتجوزت حد متجوز يتقال عليها دي خربت بيوت، ده الست دي خدت واحد من مراته، طب لو اتجوزت شاب لسه لم يسبق له الجواز يقول لك ايه، دي عامله له عمل، دي ضحكت عليه، ما هي بقى اكبر منه او اكتر منه فكر، فعشان كده ضحكت عليه وخدته، لو ضحكت وكشرت مع الناس بعد ما اتطلقت واتعاملت بحزم مع الناس يتقال لك ما هي معقده، ما هي لو كانت بتضحك ولا كانت كويسه هتبقى تمشي كويس مع جوزها، طيب لو اتعاملت بطبيعتها ودوده وبتضحك تبتسم يقول لك ما هي سهله بتعمل اي حاجه مع اي حد وبتتكلم باي طريقه مع اي حد بالرغم ان هي مطلقه. فدايما احنا كمجتمع مصري او كمجتمع شرقي عموما بنبص للمطلقه ان هي دايما عندها مشكله. فين المشكله؟ ما حدش لحد دلوقتي لسه عارفها. يعني يتقال لك ايه، طب والله دي معاها عيال، دي شايله حمل مش حملها، شايله العيال ومتبهدله في تربيتهم وقال بتقول دي مسؤوليه. طب والله لا، دي ودت العيال لابوهم وبتخليه هو اللي بيربيهم. ده ايه ده؟ ده سابت العيال، امال كنت بتخلي فيهم ليه لما انت سبت العيال؟ ما تعرفش يعني هو كل حاجه هي أيوة. بتعملها غلط حقيقي. كل حاجه هي كل خطوه جايبين اللوم كله عليها هي، مع ان الراجل ده ممكن يكون راجل بخيل، ممكن يكون الراجل ده خاين بتاع بنات، ده هنزله لكم في تقرير بس كمان شويه يا استاذ محمد عامله هيعجبكم جدا جدا جدا. فممكن يكون الراجل ده عنده عوامل، وعوامل اللي هي ما ينفعش اي ست اصلا تعاشره او تكمل معاه، بس حقيقي. في الاخر ما بيقولوش على الراجل ده ان هو عنده مشاكل، لا هو بيقول ان الست دي هي اللي ايه، مطلقه. ما هو بصي الراجل دايما، احنا كمجتمعنا دايما بيقول ان الست دايما عندها الغلطات والراجل ما عندوش اي غلطه، لان هو في الاول وفي الاخر ده راجل، يقول لك ما يعيبوش غير جيبه. لكن انا عايز اقول حاجه، الست عموما لما بتتطلق بيحصل لها زي تشاك، التشاك دي بتبقى صدمة. نفسيه خبطه على دماغها هي مش حساها ولا هي عارفه ان حصل لها الصدمه دي. في التوقيت ده بالذات لازم الاهل هم اللي يقفوا في ظهرها، لازم حد صديق ليها يكون، يعني صديقه ليها تكون بتحبها بتخاف عليها من قلبها فعلا، تبدا تديها نصيحه، تقف جنبها تسمع لها، لان التشاك دي بتخليها تعمل حاجات هي نفسها مش عارفه انها بتعملها. زي ايه محمد؟ زي ايه مثلا؟ لو هي محجبه تمام وست ملتزمه وكانت عايشه حياتها كويس وملتزمه في بيتها، تبدا تقول لك لا انا عايز اخرج، عايز اشوف الدنيا، بقى. عايز لو اتحرر. محجبه ممكن تقلع طب والله الحجاب اقلع عادي. الحجاب، طب لو بلبس مثلا حاجه طويله، لا طب ما البس قصير شويه، طب لو شوية. ما بسهرش لان انا كنت ست متجوزه وجوزي مثلا بيتكلم معايا في الموضوع ده وما ينفعش ان انا اخرج وقت طويل، لا ابدا اسهر، لا ابدا اشوف الدنيا. كل اللي هي بتعمله ده مش هي اللي بتعمله. احنا بنصنفها بقى ان هي ايه، دي اتطلقت ومشيت زي ما بيقولوا بقى ايه، يعني مشيت على مزاجها زي ما بيقولوا، بلاش نقول على حل شعرها عشان احنا على الهوا، يعني هنقول مشيت على مزاجها. فكل ده بيبقى ناتج عن صدمه، الصدمه دي ده ناتج عن ان احنا كمجتمع مش مؤمنين بالدكتور النفسي. مش مؤمنين ان الطب النفسي مهم جدا 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 في حياتنا. ولو ما لجأنالوش في التوقيت ده اللي هو توقيت الطلاق، التوقيت اللي انا بخرج فيه من تجربه وتجربه قويه وصدمه قويه نازله على دماغي، يبقى ما ينفعش ان انا الجأ له في اي وقت تاني. هو دي اهم فتره في حياتي لازم الجأ فيها لحد بس يعني انا دارس وفاهم واحكي له. انا معاك، بس يعني مش كل الناس عندها الامكانيات اللي هي تلجأ فيها ما مثلا عنديش امكانيات لدكتور مثلا نفسي فهي تتصرف او ما عنديش تحل الموضوع ده في الوقت ده. اقف مع اهلي، اكتر قعدتي مع اهلي، اكتر خروجي مع امي مع ابويا مع اخويا مع اختي مع اي حد، لازم اكون موجوده جنب حد في التوقيت ده، لاني انا من جوايا اللي بتصرفه ده مش هو انا، مش دي طبيعتي، لكن دي
اللي بيتصرف جوايا ده الصدمه اللي انا واخدها على دماغي، الخبطه اللي ممكن توصلني لمرحله ان انا عشان اثبت لنفسي لا انا مرغوبه، انا ما اتطلقتش من الراجل ده لان انا وحشه او ان انا سيئه، لا انا لسه مرغوبه، فابدا اعمل حاجات ينظر ليها المجتمع على اساسها ان انا تحولت من ست محترمه لست غير محترمة. مع ان الست دي بتبقى بتعمل كده بغرض تاني خالص، يعني انا هكلمك مثلا من وجهة نظر الستات، يعني انا تمام. مثلا لما بشوف بنت مثلا تروح مثلا كانت محجبة تقلع مثلا حجاب وتبقى بشعرها، لو هي بتلبس مثلا طويل بقت تلبس قصير، طب انت بقيتي تعملي كده ليه؟ اول رد ممكن تسمعه منها تقول لك ايه؟ انا حسيت ان انا ثقتي في نفسي اتكسرت صح، اتهزت، انا الراجل ده وصلني ان هو يخليني احس ان انا زي الانتريه اللي في البيت، مش ست. مش ست. طيب هي فانا بقى عشان رجعت عايزه توصل، احس تاني بنفس الاحاسيس اللي كنت بحسها زمان من قبل ما انا اتجوز الراجل دوت. حلو، تمام. تبدأ بقى هي تلبس القصير وتسهر عشان تسمع الكلام الحلو، عشان تشوف بقى بتتعكس قد ايه، عشان تشوف بقى احمد ومصطفى وطارق ومحسن بيعكسوني قد ايه، فقد ايه عايزين يتجوزوني، قد ايه عايزين يعكسوني، وطبعا كل ده كلام من وحي خيالها، لان دايما انت يعني، انا مثلا كنت اعرف بنوته ربنا يا رب يديها الصحه يا رب ويبارك لها، يعني هي كانت مطلقه وكانت دايما كل ما تقعد معايا تقول لي انا تقدم لي طيار، انا تقدم لي ضابط مهندس، انا تقدم لي، انا متاكد ان اللي تقدم لها حماده بلتكانه ابن خالتها، وتقدم لها بعد ما كان خرج من قضيه سرقه مراوح الجامع، يعني حاجه مش موجوده، ولكن هي لازم تقول لك انا تقدم لي فلان، انا تقدم لي، انا لسه موجوده، هي عايزه تقول من جواها انا لسه موجوده، انا لسه ست، انا لسه جميله، تمام، لكن مش عارفه توصلها. طب ايه رايك في الراجل طيب اللي هو بيخلي مراته قاعدة في البيت ولا خارجة معاه لابسة طويل ولابسة الحجاب بتاعها، وفي الآخر هي تيجي تكتشف إن الراجل ده بيخونها، وبيخونها مع مين بقى؟ واحدة تكون بشعرها بتلبس قصير، أنت إيه رأيك؟ يعني النوع ده من الرجالة أنت بتصنفه تحت إيه بالظبط؟ تحت بند إيه بالظبط؟ والله أنا بصنف النوع ده من الرجالة بالنوع المحروم. يعني إيه بقى النوع المحروم؟ يعني الست لو هي عايزه تخرج بالحجاب وتخرج لابسه ان شاء الله، حتى لابسه اقول لك ايه الاسدال، مش هقول لك الحجاب بس، لابسه الاسدال كامل كده وفوقيه الحجاب وكل حاجه متداريه، لازم في البيت تبقى حاجه تانية خالص، تبقى اللي هي بقى بشعرها، اللي بتعمل شعرها، اللي بتهتم بجمالها، اللي بتهتم بشكلها، اللي بتهتم بكل شيء، لازم توصله لمرحله ان هو يبقى عنده اشباع نفسي من الستات. لكن انت النهارده هي هيخونها مع واحده بشعرها ولا بالكلام ده؟ طب بص لنفسك الاول. طبعا ده ما ننكرش ان في رجاله طبعا عينيهم فارغه، يعني ودول نسبه كبيره مش نسبه صغيره، يعني ان هو مهما كانت مراته جميله ومهما كانت مراته محجبه ومهما او ان شاء الله حتى بشعرها برضه هيبقى مع حد تاني. يعني ودي دايما حتى الستات تلاقيهم دايما على الفيسبوك مصورين لك واحده كده في لوماستر مضروب من اول الودن دي للودن دي، ويقول لك ما بيخونوناش غير مع دول. والله ابدا، بس هي المساله مساله ان فعلا الراجل بيبقى عايز يشوف حاجه جديده، فشاف الحاجه الجديده دي في واحده زي دي، فبدا يعمل علاقه معاها بدون ما ياخد باله وبدون ما يشعر. طب ايه رايك نفرج الناس طيب استاذ محمد يا جماعه على انواع الرجاله؟ ايوه، عامل تقرير بانواع الرجاله اللي انت اول ما تشوفيهم تهربي على طول. تعالى ننزل بالتقرير اتفرجوا معانا عليه وهرجع لكم على طول. اتنين، الكذاب. هو عشان عم سيد النقاش بعت لي رساله يبقى هو ده، هو ده الغلط وهو ده الكذب ليه؟ وانا مالي؟ وبعدين عم سيد النقاش شايل صورته وحاطط صوره بنت، ايه مشكلته؟ ما يمكن بنته ولا يمكن اخته ولا يمكن حتى مراته بيحبها يا ستي بيحط صورتها، انا مالي؟ ثانيا الاكونت بتاع الواتساب اصلا متهكر، يعني انا ما اعرفش مين اللي بيرد على عم سيد اصلا من اول ما بدا يبعت الرسائل. ثلاثة، البخيل. ايه اللي حصل يعني؟ في ايه؟ ما يمكن يعني هو لازم الدم اللي نازل من ضرسك ده نروح للدكتور؟ جرالك ايه؟ شويه ليمون يا ماما، ليمون يا ماما ونقطتين خل، الدم ده مالك بصك؟ ما معروف الفلوس دي راح فين؟ هو احنا ايه يعني؟ هو احنا ما عندناش ايجار؟ ما عندناش جمعيه؟ ما عندناش فلوس؟ وبعدين ايه فينا ايه؟ 17 يوم بناكل فول، ايه اللي حصل يعني؟ خلاص يعني لازم لحمه؟ اصلا اللحمه بيقولوا بتزود الكوليسترول وبتزود حاجات في الدم وملاش. اقول لك حاجه، ادي الفلوس اهي، مش عاجباكي كده وكده راح الجمعية. أربعة، اللي عنده حب التملك. مفيش حد في الدنيا هيحبك قدي، أنت بتاعتي أنا لوحدي. خمسة، البجح. ستة، اللي بيكسر مقاديفك. إيه يعني لما تشتغلي؟ هتجيبي إيه؟ هتصرفي على إيه؟ هتجيبي أصلاً إيه للبيت؟ وبعدين أنت أصلاً بتكملي في البيت بالعافية، مجهودك ما ينفعش، لا تشتغلي ولا تعرفي تنزلي ولا تعرفي تروحي حتة، وبعدين درستي إيه أنت؟ شهادة إيه اللي عايزة تاخديها ولا ماجستير إيه اللي عايزة تاخديه؟ خلاص يعني
رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وموضوع الحلقة النهاردة بيتكلم عن نظرة المجتمع للمرأة المطلقة. أي حد يا جماعة حابب يشارك معايا في الحلقة النهاردة يقدر يكلمني على أرقام البرنامج اللي ظهر قدامكم على الشاشة. إيه الكلام الجميل ده يا أستاذ محمد؟ هو الكلام ده بس قبل ما يزعل مني الرجالة، هو أنا عامل برضو نفس الفيديو ده بس 14 نوع لأنواع الستات اللي لازم لو شفتها تهرب منها فورا. لا احنا عايزين النهاردة الرجالة يعني عشان مش كل على الست النهارده. لا مش كل على الست بس نجينا نصفها. الراجل في انواع كتيره من الرجاله عندها مشاكل، وهو ده اللي انا نزلته على في الفيديو واتكلمت عليه، انك لو شفتي النوع ده من الرجاله اهربي منه فورا. اللي هم 13 احنا طبعا عشان وقت الحلقه ما عرفناش نهردهم كلهم. بس تعالى نتكلم في اهم انواع الرجاله او اهمهم خطرا. أهمهم خطرا بالنسبة للجيل اللي احنا بنتفرج عليه دلوقتي وبنتفرج على مشاكل الطلاق دلوقتي، هو أولا البخيل، ثانيا اللي ما عندوش مسؤولية، البخيل أو اللي ما ترباش على إنه يتحمل المسؤولية. تمام. ده مهم جدا 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 ان احنا تبادل الادوار اللي بدا يحصل دلوقتي ما بين الست والراجل. الراجل اللي عايز الست تشتغل عشان هي تصرف على البيت، ولا تصرف ب 70% من مصاريف البيت وهو يقعد في البيت، او ان هو يشتغل شغلانه وخلاص، ولا كل اسبوع يقول لك اصل انا محسود، اصلهم رفضوني من الشغل عشان انا حظي قليل في الدنيا، اصل انا الناس بصالي، وهو يعني مش عارف اقول لك هيبصوا له على ايه. يعني انت ما بتبصش في المرايه في البيت؟ مفيش مرايات اكيد، لانك النهارده يقول لك اصل الناس بصالي، اصل انا محسود، اصبت الشغل، وعايز هي تصرف على البيت بكل الشكل وكل الوان المصاريف، ويقول لها ايه وهجيب لك منين. طيب لما هجيب لك منين وانت غير متحمل المسؤوليه، خف قعده القهوه. لو هتصرف كل يوم 50 جنيه على القهوه، لو وفرتهم هيبقى معاك فلوس اخر الشهر. لو هتصرف كل يوم فلوس على سيجاره ولا اتنين، وطبعا انا مش عايز افسر، هيبقى معاك برضو فلوس اخر الشهر. في حاجات كتيره جدا انت شايف ان هي اساسيه في حياتك، لا مش اساسيه في حياتك. الاساسي في حياتك فعلا دلوقتي بعد ما انت اتجوزت وبقى ليك بيت، هو بيتك ومراتك واولادك. طبعاً. غير كده انت زي ما بيقولوا بتاخد وقت مش وقتك. بتعمل حاجه انت خلاص ما عدتش زي الاول. انت متجوز وعندك اولاد. فده الغير متحمل المسؤوليه. طب ايه رايك ناخد راي استاذ وليد معانا؟ استاذ وليد الو. السلام عليكم. ازيك يا استاذ وليد؟ الحمد لله تمام. اتفضل يا فندم. ممكن بس تقعدي صوت التلفزيون وتسمعني من التليفون بعد اذنك؟ وات رايك. اتفضل يا فندم. والله دلوقتي متجوز ومعايا. نعم؟ متجوز ومعايا. تمام اتفضل. ومش مرتاح. مش مرتاح. اوكي تمام. ولا هي مرتاح. ولا هي مرتاح. تمام. وفكرت جوز بقى 3 سنين وعلى طول مشاكل وعلى طول غضبانه والدنيا وحشه خالص. وانت حاسس ان انت مش مبسوط صح؟ انا قرفان. طب وليه ما طلقتهاش مثلا او انفصلتوا بهدوء وبكل احترام لو انت والله انا شغال على دراعي مقتدر. حضرتك مش مقتدر؟ لا. اوكي. يعني انت عايش عشان مثلا مش قادر تطلع عشان في نفقه، في الحاجات بتاعه الطلاق المؤخر والحاجات دي انت مش هتبقى قادر ان انت تدفعها صح كده؟ صح تمام. تمام ماشي يا استاذ وليد، خليك معانا واسمع راي استاذ محمد على حضرتك. اوكي. ايه رايك في مشكله زي كده مثلا؟ والله مشكله الاستاذ وليد دي مشكله بيعاني منها رجاله كتير، اللي هو يقول لك اصل انا مش قادر ان انا ادفع النفقه، او مش قادر ان انا ادفع المؤخر، فعشان كده مش قادر اطلق. بس انا كان سؤالي هنا الاستاذ وليد، هل انت ما اكتشفتش ان انت عندك مشكله معاها، وان هي على طول غضبانه، وان هي شخصيتها غير شخصيتك وتفكيرها غير تفكيرك؟ ما اكتشفتش ده قبل ما تخلف الولد؟ ما اكتشفتش ده قبل ما تاخد القرار بالخلفه؟ ما اكتشفتش ده قبل ما يكون ما بينكم روح، او المفروض شخص مسؤول منكم انتوا الاثنين انه يكبر ويتعلم وياكل ويتعالج؟ كل الكلام ده اكتشفته بعد ما خلفت الولد؟ طيب انت دلوقتي قدامك حل من الاثنين، يا تاخد القرار فعلا ان انت تطلق الست دي وتبدا ان انت تتصرف بقى، تخش جمعيات، تعمل اللي انت تقدر عليه، المهم ان انت تدفع لها مؤخرها وتدفع لها نفقه الولد ده، يا اما ان انت تضحي من اجل الولد ده. طبعا
وده القرار الكويس، ده لانه القرار يعني عشان الطفل المحترم. حتى يطلع ما بين اسره كامله يعني. انا غلطت، مش ذنب الصغير ده انه ان هو يتحمل يتحمل غلطي، الخطأ. انا اخترت غلط من البدايه. مين اللي قال لك طالما انت اخترت غلط، مين اللي قال لك تجري بسرعه وتخلف وتجيب طفل صغير؟ يبقى تحمل نتيجه خطأك ولو مره واحده بس، حقيقي. وتعامل مع الولد ده باحترام، وخد خلي الولد ده يتربى في حضنكم. لو وصلت لمرحله انه تربيته في حضنكم انتوا الاثنين ما بينكم مؤثر على الولد ده بالسلب، يعني انت شايف ان المشاكل والضرب والخناقات والغضب والكلام اللي بيحصل ده هيأثر على شخصيه الولد ده، يبقى توكل على الله، خد بعضك وامشي، سيبها في بيتها تربي ابنها لحد ما يوصل لسن معينه تقدر انت تاخده. مش قادر ان انت تعمل ده، تعال على نفسك وعيش من اجل الولد ده. معانا تليفون تاني يا استاذ مصطفى. الو الو الو، السلام عليكم. ازيك يا استاذ مصطفى؟ الحمد لله، اخبارك حضرتك؟ الحمد لله، اتفضل. اسمع، انا بتصل بس عشان الحلقه جميله بصراحه، استاذ محمد والفيديو وانا متابعينه بصراحه، فيديو جميل قوي يعني. تسلم، ربنا يخليك يا رب. ميرسي، شكرا لذوقك. عندك بجد مشكله ما شاء حابب الله. تشارك بيها النهارده معانا؟ نعم، عندك مشكله حابب تشارك بيها النهارده معانا؟ بس مش عايز اسال على حاجه يعني. اتفضل. بالنسبه للستات اللي هي بتخبي الحق، يعني بتخبي مثلا زعلانه، لازم الواحد يقعد 3 شهور عشان اكتشف هي زعلانه ايه المشكله عندها؟ ده حقيقي. شكرا يا استاذ مصطفى. بصي على فكره لو انضم لك ما فيش، هو من طب انت صوت زعلانه من ايه؟ صوت ما فيش. من صوت مصطفى ده ولد من الشباب اللي بيشتغلوا تحت ادارتي، وده من صوته، انا عرفته يعني. اوكي. وحابب ان انا كمان اقول له شكرا يا مصطفى على اتصالك، وشكرا ان انت بتتفرج على الحلقه، ولكن هو عنده نفس المشكله اكيد، وواضح ان هو عنده نفس، هو ما حكاليش قبل كده يعني، بس هو واضح ان عنده نفس المشكله بتاعت مالك ما فيش، مالك ما فيش. فنصيحه مني ليك يا مصطفى، بغض النظر عن ان احنا اقابلك في الشغل ولا لا، ما تسالش غير هي مره واحده. مالك؟ قالت لك ما فيش، اتصرف بطبيعتك تماما، عشان انت لو قعدت تسال لحد ما يرث الله الارض ومن عليها مش هترد عليك ولا هتقول لك مالها. اوكي. فهي لازم تتعود منك انت ان انت خلاص مالك، سوري مالك ما فيش، انت ما عندكش خلق الملك التانيه. على فكره في ستات بتحب الموضوع ده جدا، حلو. يعني انت افضلي قولي بقى مالك من هنا لحد السنه الجايه وانا اقول لك ما فيش، والاخر هي ممكن ما يبقاش في حاجه انت اصلا لوحدك. والله ممكن ما تبقاش في حاجه اصلا، يعني ممكن مثلا تكون ايه، مثلا مامتها مثلا تعبانه. طب تعبانه عندها ايه؟ دور انفلونزا. يعني عادي، ممكن يكون اصلا جوزها رجله اتقطعت، عادي مفيش مشكله، ومش تعبان ومش مشاكل، لكن ماما تعبانه عندها دور انفلونزا، فبتبدا هي تقلب الدنيا وتنكد على الشقه كلها. مالك هي مفيش مره واحده، لان انت عندك برضو مراره واحده، وعندك شغل واحد، وعندك مدير واحد اللي هو انا، ورخم الى ابعد الحدود. فصفي النيه يا ابني، مالك مالك مفيش، اتوكل على روح شغلك، عيش حياتك بطبيعتك، هي منها لنفسها هتتعدل وهتبقى زي الفل، وهتيجي تضحك في وشك وتقول لك والله ده انا كنت متضايقه شويه وبقيت كويسه. تمام. قول لي يا مصطفى، قول لي يا استاذ محمد، عفوا. قول لي ايه هي الاسباب مثلا من وجهه نظرك اللي ممكن تخلي الست توصل ان هي تطلب الطلاق من جوزها، والعكس صحيح؟ طيب ايه برضو الاسباب اللي ممكن توصل الراجل ان هو يزهق من مراته خلاص ويروح يخونها او يتجوز عليها ويطلقها؟ الاسباب اللي تخلي الراجل يسيب مراته ويخونها ويطلقها، انه يحس لفجأة ان هي ما عادتش عندها اي اهتمام موجه ليه، ما عادش عندها اي وقت ليه هو. وقتها بقى للاولاد، بقى للشغل، بقى للبيت، ما عادتش حتى زي زمان بتحسسه انها بتغير عليه. اللي هو طب انت نازل رايح فين؟ طب انت مش حتى لو من باب الهزار بتتشيك ليه؟ طب مش عارف ايه؟ لازم تديله من وقتها وتحسسه ان هي انا موجوده هنا عشانك انت، لان زي ما انا قلت قبل كده، السكن مش حيطان، مش شقه، السكن واحده ست. لازم لما اروح البيت احس ان روحي انا بتسكن في الست دي. بيحتويك، حد بيحتويك، حد بيسمعك، حد بيشوفك ايه له مشكلتك النهارده، عليه. عملت ايه؟ الله عليك. ايه اللي عدى في اليوم؟ وتقعد بقى تسجد. انا بقى كراجل وصلت لمرحله ان انا شايفك مش كده، فتاكدي تماما، وشايفك طبعا مش مهتمه بنفسك، لان ده طبيعي طبعا لما انت مش مهتميه بيا فهتهتمي بنفسك لمين يعني؟ دي مشكله على فكره كبيره جدا. بالظبط. فخلاص انا هبدا هنا ادور على حد تاني يهتم اتكلم معاه، اضحك معاه، اخد ودي معاه، يهتم بيا ويسالني مالك. ساعتها هبدا ان انا امشي. ده سبب من الاسباب. طبعا انا هنا اختزلت السبب ده وبعدت عن الاسباب طبعا الكبرى، اللي هي زي الخيانه، زي الـ 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 المشاكل الكبيره في الستات يعني، والعياذ بالله. طبعا انا هنا بتكلم على بيت سوي ما فيهوش اي مشكله خالص. طيب الاسباب بقى اللي تخلي الست نفسها تطلب الطلاق من الراجل،
زي ما انا قلت عدم تحمله للمسؤوليه وانها تحس ان الراجل ده مش قادر يحميها. ومعنى كلمه الحمايه والامان هنا بالنسبه للست مش ان انت تنزل الشارع تتخانق وتعمل قبضاي، لا، معنى كلمه الحمايه والامان هنا انك قادر تحتوي الست دي وتسمعها وتطبطب عليها وتقول لها حقك عليا، ولو حتى من باب البر والعتب زي ما بيقولوا، اللي هو بتطبطب عليها بكلمتين حقيقي. بتطبطب على قلبها زي ما بيقولوا. قادر تحتويها فعلا. لو انت مش قادر تقوم بالدور ده صدقني الست هتبدا تحس ان انت وجودك في البيت زي عدمه. تاني حاجه وده المهم جدا وده المنتشر قوي دلوقتي، السوشيال ميديا والاهل بتاعه الزوجه. السوشيال ميديا بقى امر خطير جدا 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 في كل بيت مصري دلوقتي. هو على فكره يعني عايز اقول لك ان ده مثلا لو رجعنا لاسباب الطلاق هتلاقيه من المعدلات الاولى في سبب فشل اي جواز. بالظبط. انا النهارده كواحده ست مثلا شايفه قدامي فلان وعلان، وده بتتصور هي وجوزها ودي بتتصور هي وخطيبها، نبتدي نركز بقى اشمعنى انا مش كده. أيوة. هو انت مش مساله مش كده، لا، هم اللي بيتصوروا دول عندهم مشاكل الدنيا والاخره، لكن محدش بيصور خيبته، كله بيصور اللحظه الحلوه اللي هو فيها، لكن عنده مشاكل وخناقات وصدمات في حياته وكل شيء، لكن الخيبه ما بتتصورش على الفيسبوك، ما بتتصورش على اليوتيوب، مشكلتنا ما بتتصورش دايماً. على الانستغرام. دي مشكلتنا ان احنا دايما بنحاول نبين الجزء اللي احنا مبسوطين فيه وفرحانين فيه. طب تعالوا بقى نجرب ان احنا ننشر قد ايه احنا اتظلمنا، قد ايه احنا في مشكله كبيره دلوقتي. بالزبط. محدش هيركز معايا زي ما انت هيركز. صح. محدش هيركز معاك زي ما هيركز قد ايه انت مبسوط وفرحان، صح كده؟ صح صح. طب ناخد راي استاذه يارا. الو، ازيك يا استاذه يارا؟ كويسه الحمد لله. ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي. هو استاذ محمد، اتفضلي. استاذ محمد، يعني استاذ محمد، لو زوجي بيخوني. تمام. انت اتاكدتي ان هو بيتعامل معاه ازاي؟ انت اتاكدتي شفتيه بعينيكي؟ متاكده ان هو بيخوني. شفتي الست اللي هو بيخونك معاها دي بيخونك على اي اساس؟ بيخونك ان هو بيكلمها على الفيسبوك؟ مع بعض. اعوذ بالله. لهم علاقه لا مع بعض يعني في مكان عام. ماشي. اوكي. ماشي. وبعدين كملي احكي احكي احنا سامعينك. من غير ما توضحي قوي عشان ما تبقاش مصيبه عندك في البيت. كان ليه علاقه بيها قبل كده. عظيم. وما لقيته معاها كلمته ليه وكده، وسبت البيت ومشيت ورجعت تاني وبعدين بكلمها. طب انت ما حطيتيش حد للموضوع مثلا لما رجعتي تاني؟ قال خلاص مش عارف ليه علاقه بيها، ومش ليه علاقه بيها ده. كملي يعني سمعي. دي مجرد ان انا اكلمها كده عشان كانت عاوزه مني حاجه وخلاص، بس هو بيكلمها يخش الاوضه كده. انت بتحبيها يا رب؟ هي عندها اولاد الاول؟ ما في صوت اولاد جنبها. انت معايا ولد. الله اكبر. طب انت بتحبيها يا رب؟ عادي، بس انا عايشه عشان ما ينفعش ان انا اتطلق، لان متجوزه ليه كده ومتطلقه. يعني هو ده كان تاني جوازه صح كده؟ وهو كان متجوز قبل كده؟ يعني كان نفس النظام صح؟ ماشي يا يارا، تابعينا من التلفزيون ودلوقتي استاذ محمد هيرد عليك. بصي، اولا يا يارا، هو انا اللي عايز اقوله لها ان لو هو كان يعرف الست دي قبل كده فهو في الاول وفي الاخر اتجوزك انت. يعني في الاول وفي الاخر هو اختارك انت انك تكوني ام اولاده. واختارك انت اللي يخلف منك الولد وتبقي زوجته وتكملي معاه بقيت عمره. بس مفيش رجاله ممكن. بص انا معاك بس مفيش رجاله بتكتفي على فكره. ما انا جاي لك اهو. احنا محتاجين دلوقتي منك يا يارا حاجه بسيطه جدا. اولا انت بتقولي كلمه محترمه جدا، اللي هو انا مش عايزه اتطلق عشان مش عايزه ابقى مطلقه لتاني مره، وثانيا هي معاها ولد. فده شيء يحترم جدا فيها، هي بتضحي عشان الابن اللي موجود وعشان انها تقدر تربي الولد ده. سنة قصة بقى ان انت اتطلقتي تاني مرة ولا تالت مرة دي، صدقيني والله العظيم هي مش مشكلة خالص. يعني اتطلقتي تاني مرة، اتطلقتي تالت مرة، اتطلقتي ان شاء الله حتى 10 مرة، مش هي دي المشكلة. لاني واحد زي اتنين. بس احنا بنقول ان طالما معاكي ولد استحملي، بس المطلوب منك حاجة واحدة بس. ان انت تقعدي مع الراجل ده تقولي له يانا يا الست دي في حياتك. اوعدني بحاجة
هتعملها او انت قرار هتاخده مع نفسك لو انا فعلا اكتشفت بعد كده انك لسه على علاقه بالست دي. انا شفتك في اليوم الفلاني، انا شفتك في المكان العلاني، ويكون الكلام بعقلانيه من غير خناق، من غير صوت عالي، من غير مشكله توصلكوا لمرحله ان هو يقوم يكسر حاجه، يخبط حاجه. والرجاله معروفه ساعه ما بتتقفش بتخون بتبقى يعني عصبيه شويه، وانا واحد منهم. بيرمي بقى خلاص من انت دلوقتي بتاع ايوه الترابيزة. بالظبط البلد بيجي عندك فانت خدي عندك انت خدي عندك انت اللي عندك المشكله. فواحده واحده واقعدي معاه واتكلمي معاه. طب ناخد راي استاذه رشا. الو ايوه ازيك يا استاذه رشا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عامله ايه؟ الله يخليك. عامله ايه؟ الحمد لله. اتفضلي يا حبيبتي. الحمد لله تمام. عامله ايه؟ اتفضلي. لو سمحت بعد اذنك عايزه اسال حضرتك، كان معايا اختي سنها 25 سنه تمام ومعاها بنتين اوكي وجوزها توفى يعني اوكي. ففي دلوقتي يعني واحد متقدم لها بس هو متجوز وكده، هو معاه اولاد. وهو معاه اولاده؟ بس يعني احنا خايفين طبعا عشان خاطر الاولاد وكده، مش عارفين. انتوا تعرفوا الشخص ده كويس ولا الشخص ده جاي عريس كده بيتقدم؟ لا سألنا عليه والله قالوا كويس وتمام، بس احنا خايفين برضو بعد كده بقى تجد حاجات جديده وكده. يعني عشان انتوا كمان، هي كمان معاها بنتين تمام صح كده؟ وهو كمان لما يجي يتجوز هيتجوز باولاده صح؟ يعني انتوا كلهم كلهم هيعيشوا مع بعض. عندها كام سنه؟ 25 تمام. تمام يا استاذه رشا، تابعينا من التلفزيون دلوقتي واستاذ محمد هيرد عليكي. شكرا. هي عندها 25 سنه ومعاها بنتين خلاص، ودلوقتي هي في حد تاني متقدم لها ومعاه برضو ايه؟ طفلين. طفلين اوكي. وهي خايفه لان طبعا اي واحده دلوقتي مطلقه مثلا معاها بنات تخاف تدخل راجل على بناتها. ده حقيقي. ده حقيقي. قبل ما هي تاخد الخطوه دي عندها مكان او عندها والدتها اللي عايشه ممكن تربي لها البنتين دول في حاله حدوث اي مشكله مع الراجل ده؟ هتبقى صعبه على فكره. مين حد دلوقتي بيتحمل حتى لو كانت؟ ما انا معاكي اهو، بس معاكي اهو، معاكي اهو. حتى حد تقدر انها تودي يعني مثلا والدتها او اختها تقدر انها البنتين دول حتى يقضوا ان شاء الله حتى خميس وجمعه عندها في حدوث اي مشكله، اي حاجه تحصل ما بينها وما بين الراجل الجديد. لاني انا عايز اقول لك حاجه، انا كراجل معايا ولدين وهتجوز واحده عندها بنتين، عايزه تقنعيني ان انا ممكن احب حد قد عيالي؟ لا طبعا. طيب لو انت النهارده قاعده في النادي وابن صاحبتك خبط ابنك، مش بتبقي قايمه مولعه نار؟ هاكلها. هتاكليها هي طبعاً وابنها طبعا. فما بالك ان انا في بيت معرض جدا للاطفال دي تهزر مع الاطفال دي، يتخانقوا يلعبوا يخبطوا بعض، هل تتوقعي ان ده مش هيحصل مشاكل؟ مستحيل. انت من حقك تعفي نفسك كواحده عندك 25 سنه، من حقك تتجوزي، ولكن من حقك برضو تبصي لعيالك الاول، لان من حقهم عليكي انك تعفي نفسك بانك تربيهم تربيه محترمه وتربيهم وانت خايفه عليهم بعيدا عن اي راجل يخش حياتك. لان اللي انت شايفاها النهارده دي بنوته، كمان كام سنه هتبقى انسه، مش هتنفع انها تقعد مع حد في البيت غريب. طب ناخد استاذ مختار. الو الو مرحبا. ما بتردش من شغلي. الو ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه يا فندم اتفضل. لو سمحت والله انت حضرتك بتتكلمي دلوقتي عن المراه والراجل، حضرتك اي موقف بقى الواحد لما الواحد انا كنت انا متجوز رحت بشوف عروسه فكان قدامي كان قدامي اثنين، واحده بنت بكر وواحده أرملة وساب لها زواج مرة وطلقت وبعد كده اتجوز التاني وجاب التلات أولاد. خدت بالك وبعد كده خدت بالك أنت أنا فضلتها هي على إنها أولادها يتمة وأرملة وإحنا أختي ناخد ثواب فيهم يعني. طبعا. خدت بالك وبعد كده برضه جبت لها كل يوم الطلبات اللي هم اتفقنا عليها. خدت بالك جبت لها 10,000 جنيه ذهب وجبت لها لبس ب 5,000 جنيه و خدت بال حضرتك ويعني ايه عملتها كانها بنت لسه يعني ايه لسه لم يسبق لها زواج. خدت بالك؟ تمام. وبعد كده جت هنا خدت بالك ولما جت بقى البيت وجبتها البيت جيت نقلت العيال المدرسه من المدرسه اللي هم كانوا فيها للمدرسه اللي عندي انا جنبيه هنا جنب البيت في بلد ثانيه ده انا دمنهور احنا. خدت بالك احنا دمنهور. ماشي؟ تمام. بحب. فجيت نقلتها خدت بالك انت نقلت الولاد ودفعت لهم مصاريف حاجه اسمها تبرع للمدرسه، جه مدير المدرسه احنا عايزين تبرع للمدرسه. خدت بالك دفعت تبرع للمدرسه للثلاث بنات، تمكنا منها لبنتين والبنت الثانيه استنت في البلد عندها هناك. خدت بال حضرتك وفي الاخر خالص بقى فوجئت ان هي كانت بتطلع الصبح والساعه 6 الصبح
على انها تودي الولاد، مع العلم المسافه بينه وبين المدرسه اللي هي فيها الولاد بقى 10 دقايق رايح و10 دقايق جاي. تمام. وترجع الساعه 9 تصحيني من النوم انت شايح الشغل. جيت يوم من الايام بقى قلت لها طبعا انا النهارده انا مريح مش شايح الشغل، خدت بالك كنت بسيب لها مصاريف الولاد، وجيت حتى في العيد كمان كنت جايبها قبل العيد اللي فات ده، خدت بالك خدتها ونزلت جبت لبس للعيال للعيد. ايه بقى كده كانت المدرسه بتلبس العيال المدرسه. فوجئت بايه؟ فرقت صرفت اكتر من 3000 جنيه لا هو صبي قطع بس يا استاذ مختار، هو يقول لنا بس فوجئ بايه؟ انت سامعني؟ اه قول لي بس انت فوجئت بايه بعد كده عشان وقت الحلقه. وبعد كده بقى فوجئت بقى ان هي خدت بالك انت جت في يوم بتصحيني من النوم على اساس ان انا رايح ايه؟ ان انا مش هروح الشغل، قلت لها انا مش رايح الشغل النهارده. خدت بالك؟ فهي كانت بتتاخر بقى مشيت مع واحد واتعرفت على واحد اعوذ بالله كنت فيه واحد اغراها على انها طبعا هيجيب لها شبكه ب 30,000 وهيجيب لها حق اولادها والكلام ده كله، وانا كنت صايم ولادها بصراحه وكنت صايم ولادها وكنت بدي ولاد دروس كمان. خدت بالك انت؟ كنت بقعد مع كل بنت ساعه ده خدت بالك وادوهم دروس بره كمان في بره في الخارج كمان برضه من مرتبي. طب استاذ مختار معلش بس يعني اختصارا للوقت، حضرتك يعني وصلت معاها بعد كده للقرار في ايه؟ يعني انت دلوقتي خدت معاها موقف في ايه؟ وصلت معاها لايه؟ ماشي القرار ان انا خدت معاها، انا ما خدتش قرار حضرتك، انا جيت لما صحتني برجالي حضرتك خلاص دلوقتي خلص، ولما جيت صحتني من النوم بقى خدت بالك قلت انا عايز كذا وكذا وكذا، وبعد كده الولاد كانوا في المدرسه خطرت انا وهي، وبعد كده واحنا وانا ماشي رحت عملت باي باي بالبلكونه ببص كده اذا تعمل لي باي باي، رجعت ما لقيتهاش لا هي ولا الولاد. ما لقيتهاش هي ولا الولاد؟ هربت؟ ايه؟ ما لقيتهاش هي ولا الولاد؟ لا انا بقول لك في البيت لا هي ولا الولاد، خدت لبس العيال، هي كانت جايه لبس العيال بس، يعني كانت جايه لبس العيال بس. اه. ما كانتش جايه حاجه غير كده خالص، وكنت اعمل لها اي موقف اعمل لها كل حاجه، وما حرمتهاش من اي حاجه لا هي ولا اولادها. خدت بال حضرتك حتى برضه جبت لها لما جبت لها ثاني جبت لها لبس ثاني. خدت بالك؟ لما اشتغلت بلبس 5000 جنيه اللي جابوا لها. يعني ايه جبت لها كل حاجه ما حرمتهاش، وفوجئت ان هي بتعمل لي باي باي، باي باي دي كانت اخر باي باي، جيت ما وانت رميت عليها يمين طلاق ولا لسه؟ لما انا بقول لك احنا عشان يجيبوها صممت على الطلاق. خدت بالك؟ راحت ناس بقى دخلت وبتاع، خدت بالك انت؟ قالت لهم لا انا لازم اتطلق ايه يعني ايه؟ صممت على الطلاق عشان الثاني هياخدها اللي وعدي ده 30,000 جنيه ذهب واللي هيجيب لها ما اعرفش ايه والاغراء فطبعا دي اسمها خيانه زوجيه، يعني الواحده لما تيجي تطلع مع جوزها وتطلع ما تبقى وجوزها يسيبها ويثق فيها، وما كنتش جايب لها موبايل جبت لها موبايل. اعتبار حضرتك وما ما كنتش يعني مش هقول لك يعني عملت لها ايه بصراحه، عملت لها كتير بس انك ايه ده قلنا شكرا استاذ مختار، شكرا استاذ مختار وتابعنا من التلفزيون، شكرا استاذ مختار. عندك حل زي كده مثلا؟ تمام؟ هو يعني هو شكله يعني عنده كتير هو استاذ قوي مختار نفسه أنا يتكلم أنا مع حد أنا شكله يعني انا والله انا نفسي حتى والله اخد رقمه من الكنترول وانا ماشي اكلمه في التليفون، بس انا عايز اقول له كلمه واحده بس، لو انت خدت الست دي عشان تعمل خير في عيالها اليتامى وتصرف عليهم وتعيشهم عيشه كويسه وكويسه وده كان الرد فاجرك عند الله طبعاً. والحمد لله ان ربنا اكرمك بان الست دي خدت في وشها ومشيت طبعاً. توكل على الله يا حاج مختار طلقها، دي ست هنا بتقارن ما بين مش الحاج مختار وغيره مديات. لا دي بتقارن ما بين شبكه ب 30,000 وشبكه ب 5,000 وانت بتقول اصل انا جايب لها لبس ب 5,000 ومش عارف جايب لها ايه، دي بتقارن ما بين ماديات وانت راجل قارنت ما بين بكر ويتامى تربيهم يبقى اجرك عند الله، ده ربنا سبحانه وتعالى اللي خلاها تمشي توكل على الله، انت شكلك نيتك خير وسليمه توكل على الله وارمي عليها اليمين وخليها تروح تشتري ورقه البوسطه وربنا يا رب يديها الصحه ويبارك لها في عيالها. هو زعلان جدا من كلمه هو زعلان هي عامله له باي باي كويس وكارما ما عملتش باي باي لفؤاد المهندس خدت راحت لقيت ورقه البوسطه وما جاتش غير لما لقيته صياد في الاخر ربنا يعينك يا استاذ مختار وانت اجدع ناس البحيره ودمنهور اهالينا الطيبين طبعا على دماغنا طبعا. طيب ليه دايما المجتمع اللي احنا عايشين فيه بيرمي فشل الزواج على الزوجه؟ ليه دايما الفشل الاكبر يقول لك لا ما هي السبب هي اللي اكيد اللي خربت الجوازه دي هي اللي مش عارفه ليه احنا كمجتمع دايما نمسك الحته دي فيها كده ها وما نجيبش السبب مثلا او العوامل المؤثره في بواظ او بوظان الزيجه دي مثلا على الزوج ليه؟ اقول لك مثل كانت ستي بتقوله زمان ربنا يا رب يرحمها ويحسن اليها وده مش عيب ان الواحد يكون حافظ كلام جدوده يعني كانت تقول ايه دايما؟ تقول لك الام تعشش او الست تعشش والراجل يطفش زي ما بيقولوا.
يعني انا ما ينفعش برضو يا استاذ محمد ان انا احس ان الراجل اللي قدامي ده بيطفش شويه وانا معششه، يعني لا ازاي؟ بالعكس بالعكس. هو ست دايما المفروض انها بتكون الحضن بتاع البيت، او انها ست اللي فعلا بتلم الاولاد والزوج عشان البيت ده يكمل والمركب تمشي. والست دايما على فكره هي بتبقى زي ما بيقولوا ايه، الحائط الصد اللي بيجي فيه كل مشاكل شغل الراجل اللي جاي من بره متضايق تعبان عنده مشاكل، كل الكلام ده كله هي المفروض بتمتصه. فدائما وابدا المفروض الست هي اللي تبقى خايفه على بيتها. فاحنا كمجتمع هنا نقول لك ايه، مش اتطلقت ده هي اللي كانت السبب، ده هي اللي كانت مش عارف ايه. لكن ده ما يمنعش ان في رجاله تستحق، يعني زي ما بيقولوا الضرب بالنار مش ضرب الجزم بس، في ان هم اللي بيكونوا سبب فعلا في الطلاق، انه بيكون سريع الغضب، انه بيكون سريع الطلقه نفسها من بقه، ان انا انت طالق انت مش عارف ايه انت بالتلات. ده ما ينفعش، لان في الاول وفي الاخر العصمه في ايدك دينيا، عشان انت اللي سوي عقليا اكتر منها. انت اللي عقلك ما بيتحكم في مشاعرك مش العكس، مش زي الست. فلازم انت تكون في الاول وفي الاخر. ما كتير قوي الواحد بيسمع وهو قاعد بالليل طلقني. حاضر يا ستي اطلقك الصبح بامر الله، هطلقك انت وماما وناهد وكلنا، لكن ما ينفعش ان انا اكون طلقني حاضر، ما ينفعش تحت اي ظرف. أيوة. بس لكن في الاول وفي الاخر طبعا مجتمعنا بيرمي كل حاجه على الست. طيب ناخد راي استاذ هاني. الو السلام عليكم. ازيك يا استاذ هاني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بحضرتك. انا عايز اسال الدكتور. انا مع الدكتور. انا خطبت مرتين، تمام، خطبت مرتين وسبت، تمام، واللي رحت لها اول واحده ماشي قالت لي ما فيش نصيب، ثاني واحده قالت لي ما فيش نصيب. طب ليه؟ طيب ليه تفتكر هما بيرفضوك ليه؟ سامعني يا استاذ؟ مش عارف انا والله. طب حضرتك يعني ايه؟ بس سامعني حضرتك عندك شغلانه ثابته؟ طب يا استاذ هاني مثلا يعني ايوه انا شغال في شركه. نعم؟ انا شغال في شركه بترول. حضرتك شغال في شركه بترول؟ كويس. عندك كام سنه بقى؟ عندي 26 سنه. طب ممكن توطي صوت التلفزيون بس شويه وتسمعني من التليفون بعد اذنك؟ طيب يعني هو دلوقتي عنده 26 سنه وكل ما بيروح لاي بنت بترفضه. تمام. انت عندك حاسس ان انت عندك مشكله يا محمد طيب جواك مثلا هي اللي بتخلي البنت دي ترفضك؟ استاذ زيني. استاذ زيني. ده هي اللي بتقول لي على طول يعني ست شهور. انا من اول مره رحت قعدت 11 شهر، تمام؟ وتاني واحده ست شهور بس. تاني واحده ست شهور. اوكي. تمام. شكرا يا استاذ هاني. والله عايز اقول لاستاذ هاني كلمه واحده بس، اختار اللي شبهك يا استاذ هاني، اختار البنت اللي انت حاسس ان فيها منك شبهك اجتماعيا وعقليا وثقافيا وماديا، اختار حد شبهك عشان في الاول وفي الاخر هي تبقى شايفاك حاجه كبيره قوي بالنسبه لها وفرحانه بيك ومبسوطه بيك. ما تختارش اللي انت مبسوط بيها، لان في الاول وفي الاخر دي ممكن تبقى ليها طموح تانية، ممكن لما تشوفك تقرب منها تقول لا ده اقل مني، ممكن تقول لا سلام عليكم. اختار حد شبهك في الاول وفي الاخر هيكمل معاك، يكون شبهك فكريا اجتماعيا دينيا وخلقا، دي اهم حاجه. معانا استاذه منى. الو. ايوه استاذه منى. ايوه حضرتك، هو انا متجوزه مثلا عندي مشكله عايزه اتكلم فيها. اتفضلي. هو انا جوزي مش مهتم بيا خالص. اوكي. وحاولت ان انا اتكلم معاه اكتر من مره في الموضوع ده، اللي هو اتكلم بشكل عقلاني ان هو بيتكلم. تمام. مش يعني هو مش مقتنع بكلامي اصلا، ودايما بيتعصب وساعات يعني ساعات بتوصل ان هو ممكن يبكي. غير كده ان هو دايما عنده اولوياته مختلفه، يعني هو بيعرف يهتم بس بيهتم بحاجات ثانيه غير مشاكله هو. لازم نكون يعني لازم نكون احنا في بيتنا يعني مهتمين بمشاكله هو، مش مهمه يعني مش مهمه خالص مشاكله. ان هو مثلا انت لما بتيجي تتكلمي معاه وما بيسمعكيش انت، هو بس دايما بيحب يجي يتكلم في مواضيع هو، ايه اللي حصل له، ايه المشكله اللي مر بيها وكده، صح كده؟ ممكن بس تبعدي عن التلفزيون شويه، تكلميني من التليفون يا استاذه منى. الو. الو. انا سامعاكي كده، اتفضلي. حضرتك بتقولي ايه؟ ابعدي بس التليفون شويه. هي بتشتغل ولا لا؟ بتشتغل ولا لا؟ هو انا كنت عايزه اسال سؤال، هل ده سبب كافي للطلاق؟ يعني ان انا قعدت اتكلم اكتر، بقالي سنة تقريبا. بتتكلمي معاه بقالك سنة وهو ما بيتغيرش، صح كده؟ اه. فهل ده سبب كافي للطلاق؟ يعني ان انا عندها اولاد وحاولت ودخلت ناس من اهله ومن اهلي، يعني
حاولت بكل الطرق، دايما بيشوف ان انا اوفر مثلا او لو انت بتتكلمي في ايه اما بيتعصب. معاكي منه اولاد يا استاذه ملا؟ لا مفيش اولاد. انتوا متجوزين بقالكم قد ايه؟ سنه؟ لا اكتر. بقالكوا اكتر من سنه. طب ممكن يكون الموضوع ان هو مثلا سبب ان هو مثلا مفيش اولاد، حاسه ان هو ده اللي عامل مثلا مشكله الخلاف بينكم انتوا الاثنين؟ لا ما اعتقدش خالص، لان احنا مش يعني مش بنفكر في الموضوع بالطريقه دي، بس هي الفكره كلها ان احنا حتى واحنا قاعدين مع بعض كان كل واحد قاعد لوحده. تمام. بنتعامل مع بعض خالص. عندك احساس مثلا ان هو مثلا يكون بيخونك دلوقتي، في حد تاني في حياته؟ لا هو انا مش عندي الاحساس ده، بس هو من كتر تصرفاته انا ساعات بشك في كده، يعني من طريقه بسبب عدم اهتمامه. بحاول كتير ان انا اتعامل معاه ان انا مهتمه بيه، واللي هو طب في ايه طب فهمني او كده. هو مقتنع ان احنا المفروض نبقى مهتمين بيه هو بس، لكن انا لا. ومقتنع ان هو مهتم بيا عموما يعني. تمام. ميرسي يا استاذه منى. تابعينا من التلفزيون استاذ محمد رد عليك دلوقتي. والله يا استاذه منى انا هي دي مشكله كبيره على فكره. هي مشكله الخرس الزوجي شكلها واصله عندها بدري شويه، يعني المفروض حتى بتوصل بعد سنتين ثلاثه جواز، هي بتقول بقى لها يمكن سنه ونص ولا حاجه. المفروض يعني بتطول شويه العمليه، وبعدين بيحصل الخرس الزوجي ده نتيجه برضه اولاد ونتيجه انشغال الراجل والست والكلام ده. لكن هي انا طالب منها طلب واحد بس. انا من موقفي كراجل او من ان انا يعني زي ما بيقولوا خدت موقف الراجل ده، انا ممكن اكون متعود على الاهتمام منك قوي 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 قوي، فمش شايف غير نفسي. ستوب لحد هنا، وخدي لنفسك بريك من الاهتمام ده، وابداي تعاملي معاه بنفس اسلوب التعامل معاكي، ان انت فعلا ما تهتميش بانك تساليه ايه اللي حصل النهارده، مالك فيك ايه، حصل لك ايه في الشغل النهارده. ما يزودش المشكله اكتر. لا بالعكس، ده هو نفسه هيبدا يفوق. هو ايه اللي حصل، انا فين، ما هو هنا انا عنده عاليه، فهنا هي المهم انا مش مهم انت، ما تتكلميش عن نفسك، المهم انا اتكلم عن نفسي. فهي لو وصلت المرحله ان هي تهدى خالص في السؤال عليه، تهدى في الكلام عليه، تبدا ان هي برضو يبقى ليها حاجه تشغلها، لو ما بتشتغلش تدور على شغل، لو هي ما وراهاش حاجه تبدا تدور على حاجه تعملها ان شاء الله، حتى شغل من البيت. يا ستي ان شاء الله حتى تعملي طبخات وتبداي ان انت تبيعيها عن طريق الانترنت، اي حاجه تخليكي تنشغلي عنه. مع الوقت هيبدا هو اللي يقول لك مالك وايه مشكلتك وعايزه ايه. تمام. معانا استاذ محمود. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. طب بالنسبه لحضرتك، بالنسبه لموضوع الحلقه، بالنسبه للزوجه اللي بتسير زوجها وبتخلع. بتخلع ازاي؟ وبدون اي سبب، وبتاخد الاولاد وبتاخد البيت وبتاخد كل حاجه وبتضطر تسجنه في الايام دي. ذنب الزوج ايه؟ ومحروم من اولاده. تمام. اوكي، يعني انت عندك عشان تقى ربنا وتتجوز؟ ولا ايه؟ نعمل ايه؟ نعمل ايه يعني؟ طيب حاضر. هو بيعمل ايه ويتجوز؟ هو دلوقتي عنده مشكله ان هو يعني هو كان عايش يعني مش مخلي مراته مثلا عايزه حاجه ولا محتاجه حاجه، وهي في الاخر راحت خلعته، وبقى لها 4 سنين هو عايز يشوف الاولاد ومش عارف. طبعا نتيجه القانون الجديد كمان، ونتيجه حق الرؤيه اللي احنا بنشوفه كل النوادي دلوقتي وكل مراكز الشباب، تروحي تشوفي اطفال صغيرين بيشوف الاب والام وقاعدين ومفيش، وحق الرؤيه واواضي، وده رافع عليها قضيه ويرفع عليه قضيه عشان يشوف اولاده. وعلى فكره الموضوع ده ظالم للراجل جدا. طبعا. اكتر من الست على فكره، حتى الستات نفسها عارفه كده وعارفه ان القانون الجديد بتستخدمه دلوقتي ضد الراجل. يعني بالزبط. دلوقتي هو احنا يعني الست دلوقتي بتمسك الراجل من ايديه اللي بتوجعه في خلاص بقى. ما هو النهارده انا اتجوز سنه ولا سنتين، هاخد قايمه وهاخد عفش وهاخد عيالي وهاخد نفقه، ولو ما دفعش هيتحبس. وي 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 وي. انا معاك ان في رجاله كتيره كانت تستحق القانون ده، لكن مش كله. الرجاله في منهم مهما حصل دول عيالي طبعا، في الاول وفي الاخر لازم اخاف عليهم ولازم اشوفهم، لان في الاول وفي الاخر اصلا انت لو منع عنه العيال النهارده فانت هتخش النار مره واتنين ومليون. ده غير النار بقى كمان، انت شايفه ان انت منع عنه العيال ده معناه ايه؟ ده معناه ان انت هتربي اطفال غير اسوياء. لازم الطفل السوي يكبر عارف مين ابوه ومين امه. صح. بيتعامل مع الاب ومع الام. ده انا بعرف ستات اقسم بالله العظيم مطلقات بيتحايلوا على جوازاتهم ان هو يجي يشوف الولد. أي. او يخرج معاه، او وهو ممكن يقول لها انا مش فاضي، تقول له بس عشان خاطري. هو طبعا فاكر انها بتجري وراه، هو ما بتجريش وراه، هي بتجري ورا زن طفل بيقعد دايما يقول لها فين بابا، طب بابا شغال ايه، طب شكله ايه، طب ما خرجتش معاه ليه الاسبوع ده. الطفل او الطفله محتاجين الوالد زي ما محتاجين الام بالظبط. لازم على الاقل يشوف ولو مره ولا مرتين في الاسبوع. انت النهارده بتحرميه منهم
طيب اتفرجي بكره اولادك هيكونوا ايه. لكن في الاول وفي الاخر هو بيقول اشوف نفسي واتجوز. اه طبعا اتجوز. امال انت هتعيش راهب يعني؟ اتجوز وربنا ربي يكرمك، بس المره دي اختار صح. اختار اللي ليها اب يرجع له، تقدر ان انت تاخد حقك منه، تتكلم معاه، يقدر ان هو حتى يقول لك حاضر مش هتعمل كده تاني. ما تختارش اللي ملهاش كبير، اللي ملهاش كبير دي عمرها ما هتاخدك انت كبير. لكن اللي واخد ابوها كبير او اخوها كبير هتستعوضهم وتاخدك انت الكبير بتاعها بعد الجواز. ساعات قبل ما احنا نتجوز في فترة الخطوبة بنقابل بعض الرجالة وبعض الشباب والبنات، ففترة الخطوبة مثلا تلاقيهم هما الاثنين كل واحد فيهم لابس وش مصطنع. أيوة غير الماسك. وشه الحقيقي الماسك بتاع الخطوبة. تمام. كل واحدة بتبين يعني قد ايه هي بنت بتسمع الكلام، قد ايه ان هي بنت كيوتة، قد ايه ان هي بنت هتبقى مخلصة بعد الجواز وهتفضل تحبه لحد اخر يوم في عمرها، وهو برضو قد ايه هو هيعمل لها وقد ايه هو هيسولها. ويجوا فترة الجواز بيتصدموا في بعض في الحته دي بالذات. تمام. كل واحد بيبقى راسم كده حياه ورديه للتاني، وفي الاخر بعد الجواز يلاقوا الدنيا كانت كلام على الفاضي. تفتكر ده بيبقى عامل من العوامل مثلا تؤدي بعد كده للطلاق طبعا والانفصال بين الزوجين؟ طبعا، لانك انت كزوج مش حاطط في دماغك ان البنوته اللي انا بقابلها مرتين في الاسبوع دي ولا ثلاث مرات فول ميك اب ولابسه كويس والبرفان بتاعها جاي من اخر الشارع، مش حاطط في دماغك ان انت هتشوفها وهي لسه صاحيه من النوم. مش حاطط في دماغك. دي تبقى خضه ثانيه، خد بالك ده مصيبه، ده هي دي الصدمه اللي بياخدها اول دي صدمه تانية، بس بعد كده بيبقى فل بقى يعني بيتنح وخلاص وبيبدا يعيش حياته خلاص، لان خلاص بيبقى فاهم. طيب وانت كمان شايفه ان هو الولد اللي بيلبس انضف حاجه عنده واللي بيعمل احلى حاجه وبينزل يجيب لي ورده وتعالي واحنا خارجين لا نخش سينما، طب وايه يعني ما نخش وبعدها نخرج مش عارف فين، لا نسهر، لا ده احنا بعد الجواز هوريكي وهصفرك وبتاع، وفجاه تتصدم الصدمه الثانيه بعد الجواز. اللي بيحصل هنا ان طول فتره الخطوبه زي ما هو ليه عيوب فهو ليه مميزات. المميزات ان المشاكل اللي بتحصل ما بين الطرفين في فتره الخطوبه بتظهر الطرفين بجد بوشهم الحقيقي. لكن مين اللي بيتغافل بقى؟ القلب. ساعتها هنا اقول ايه؟ لا اصل انا بحبها. لا لا ده اكيد بس عشان المشكله. لا يا حبيبي هي مش عشان المشكله، هي دي طبيعتها بس ما ظهرتش غير ساعه المشكله. لكن انت شايف كل ده فانت عمال تضحك على نفسك لحد ما هتتجوزها. وانت كمان العكس، ده انا شفته ماشي مع واحده وماسكين ايد بعض بس اكيد بعد الجواز هيبقى زي الفل. يا حبيبتي لا، ما هي دي الحقيقه، ده اللي حصل. حلو قوي دي المصيبه. يعني خلينا نتفق ان في بعض الرجاله عندهم بعض الطباع اللي هي استحاله تتغير بعد الجواز حتى لو اتجوزوا الا من رحم ربي. عشان في ناس بيتغيروا فعلا. طبعا الطبع يغلب التطبع يا استاذ. لا والله التطبع ساعات بيغلب. يعني الناس تقول للراجل اللي هو انت كنت عامل في الفيديو بتاعك هو عندي واحده، دي واحده حلوه قوي ومبصص لها كده. انا كنت كده هيتغير بعد الجواز. انا كنت كده فعلا. انا كنت كده قبل ما اتجوز زوجتي اللي موجوده. لا اذا كان انت يبقى خلاص اكبر مثال اهو. انا كنت كده وكنت اكتر من كده واكتر حاجه تتخيليها كمان. لكن فعلا بعد الجواز الست اللي معاك هي اللي تقدر توصل لك المرحلة انك انت زي ما انت كنت يعني زي ما بيقولوا ايه، زي ما بيقولوا مثلا اكل ايه هتاكل ايه، لا كل حاجة حلوة هتتعمل، كل حاجة حلوة هتبقى متغيرة، كل يوم بحاجة جديدة، كل يوم بنوعية جديدة وطريقة كلام جديدة وطريقة حياة جديدة. الست هي اللي بتقدر تخلي الراجل فعلا يتغير. لاني 99% من الرجالة عينيهم زايغة. عشان برضو ما نبقاش بنضحك على بعض. 99 على فكره يعني اقول مثلا 100% 90% 10 حلوين لا يعني 10 حلوين دول مثلا كان والدي ووالدك، الناس اللي هي الجميله بتاعه زمان اللي هي القديمه دي. وان برضو كانوا يعني كان يروح كده يقول لها سعيده يا هانم، يعني برضو كان يحب يعكسه بتاع. ولكن لازم ان احنا نكون عارفين ان الست هي اللي بتقدر تغير الراجل اللي معاها وتغيره كويس جدا. قبل اي حاجه هكررها تاني، خد اللي ليها كبير، خد اللي شبهك، خد اللي قدك اجتماعيا وفكريا وماديا وتعليميا. ما تاخدش اقل وتقول ده انا هرفعها جنبي لانها اول ما هتترفع جنبك هتبص على الكرسي اللي فوقيك. ما تاخدش اللي اعلى وتقول ده انا هبقى احسن وهبقى قريب، لا هتبص برضو على اللي زيها. استاذ محمد نورتني وشرفتني. ده نور. وكان معايا اسئله كتير قوي بس اكيد ان شاء الله انا هعوضها في حلقات تانية كتير ان شاء الله جايه. وكانت حلقه حلوه جدا. انا سعيد ان انا كنت معاكي النهارده وسعيد بكل طاقم العمل. يا رب يا رب يبارك فيكم جميعا، ومليون شكر ان انا كنت موجود معاكم النهارده. شكرا يا استاذ محمد. عفوا. اعزائي المشاهدين للاسف وقت الحلقه خلص معاكم النهارده، استنوني ان شاء الله الاسبوع الجاي وحلقه جديده مع برنامج كلام مهم. السلام عليكم.